الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين المسمى في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين أحباء المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام مع حلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأسكى السلام برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأسكى السلام عرض على حضراتكم في الفترة الأخيرة من خلال هذه الشاشة المباركة شاشة قناة المهدي الفضائية كنا معكم تقريباً على طوال عام كامل ولله الحمد ولله الحمد والمنة والتوفيق من الأمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة وأسك السلام وفقنا ولله الحمد أن نكون في خدمتكم عبر شاشة قناة المهدي الفضائية وهذا البرنامج المبارك ووفقنا أن نكون في خدمة الأخوة أيضا السائلين طوال هذه الفترة وحقيقة جاوبنا أكثر الأسئلة وأيضا خصصنا هذه الحلقات أحبائي المشاهدين للأجوبة على الأسئلة التي سئلت طوال هذه العام رحبوا معي أحبائي المشاهدين بضيف البرنامج الدائم سماحة حجة الإسلام والمسلمين الباحث الإسلامي الشيخ أحمد دريس الإحسائي حياكم الله سماحة الله الشيخ. الله أهلا ومرحبا بكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين. ايها المشاهدون الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك حياكم الله سماح الله, الله, يحفظكم. الله طبعا انا امانه حقيقه محمل بها من الساده المشاهدين أنه إن يسلمون على حضرتك ويدعو لك بالخير الله. والصحه والعافيه الله وجدا الله مهتمين لهذا البرنامج ولله الحمد ويشكرونك على المواضيع المهمه اللي طرحتها في الحلقات السابقة الله يحفظكم وأيتكم إن شاء الله نحن في خدمة شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه بارك الله فيكم سماحة الشيخ الله مستعدين الله إن شاء الله شيخنا نعم لكي نعم. نبدي إن شاء الله بالأجوبة على الأسئلة إن شاء الله إن شاء الله الله يبارك فيكم السؤال الأول أحبائي المشاهدين وسماحة الشيخ أيضا من الأخ حيدر شاكر الخيقاني من العراق نعم. يقول عندنا طفل عمره سنة وثلاثة أشهر ارتفعت حرارته مما أدى إلى فقد وعيه مدة أربع دقائق مثل ما نقول باللغة العامية بالعراق انشمر ما العمل لعدم تكرار الحالة ما هو العلاج والحل مع خالص الشكر والتقدير لابد أن نعرف أن قضية الحمى هي ليست مرض إنما هي علامة علامة عن التهاب وقع في جسم الإنسان ولا بد من رفع هذا الالتهاب لكي ترتفع الحرارة من الإنسان نعم. لكن هناك أمور وردت في روايات أهل البيت عليهم السلام إسعافات خاصة بالنسبة للذي يبتلي بالحمى لأن الحمى إذا ارتفعت الحرارة في جسم الإنسان بالأخص الأطفال ممكن يبتلي بتشنجات وجدا خطر على الطفل الذي يتراوح عمره بين ثلاث سنوات الى خمس سنوات ممكن يبتلي بالتشنج. نعم. ولهذا اهل البيت عليهم السلام اشاروا الى عده امور رافعه لهذه الحراره. من جمله هذه الامور التفاح الاخضر هسه اما بصوره عصير التفاح نعم او بصوره نفس التفاح اذا يعني الطفل يستطيع ان ياكل التفاح فاذا يستطيع اما ماء التفاح بالاخص اذا كان مع العسل فيكون افضل. واما نفس التفاح. اهل البيت عليهم السلام قد وردت روايات في هذا الباب، الان من باب ان الوقت جدا ضيق علينا لا ناتي بالروايات لان سابقا ممكن تكلمنا عن هذا الباب. الامر الثاني الذي ورد في الروايات غسل غسل البدن بالاخص في الصيف. يعني ممكن ان الانسان اذا يقدر يتحمل ان واحد يستحم في حين حالة ارتفاع الحرارة لكن إذا كان لا يستطيع أن يتحمل برودة الماء بالأخص مثلا في أيام الشتاء نعم. إما أن يغسلون الأقدام بالماء وإما يضعون يد المريض في الماء بالأخص اليد اللي في جانب الغلب يعني يد اليسرى يضعونها في الماء الماء البارد الماء البارد نعم, نعم. هسه مو تلك البروده لكن بحسب حال المريض ان يستطيع ان يتحمل مثلا بروده الماء ام لا. الامر الثالث اكل الغبيراء هسه باللهجه العراقيه يعبرون عليه بتمر العجم مم. تمر العجم جدا نافع لخفض حراره الذي ابتلى بالصخونة موجود عند العطار؟ اي نعم موجود نعم. عند العطار. الامر الرابع العناب هسه اما ان يطبخ العناب يطبخونه بالماء ويشربون ماء المطبوخ واما نفس العناب ياكل المريض في هذه الحاله بعد تقطير دهن البنفسج في الانف نعم. وتدهين الجبين جدا نافع لقضيه الحمى وايضا وضع الراس في الجيب وقراءه الاذان يعني واحد يجي يفتح الجيب يضع راسه في جيبه ويقرا الاذان ويقرا الاقامه ويقرا سبع مرات الحمد فهو جدا نافع لخفض الحراره سمع شيخ عفوا المقاطعه فقط الله الكثير يحضر. والكثير من المشاهدين يسال عن قضيه الجيب حقيقه أه يعني باللهجات العاميه ما ادري الى أه تسميات اخرى بس نشرح للساده المشاهدين انه الجيب هو فتح الزرار نعم الاول صحيح. من الملابس، يعني نعم. اذا فتحت زرارك الاول من الملابس تنزل راسك وتقرا داخل ملابسك، تقرا اللي ذكرها سماحه الشيخ. الله يحفظه نعم. ان شاء الله. اي نعم هذا هو الجيب، حسب اللهجة العاميه ممكن يقولون زيج يعبرون نعم. عليها بالزيج. نعم، هاي بالعراق وفوزستان ايه بالع... اي نعم ولكن بالخليج والاماكن الاخرى لها تسميات اخرى. ايه اي نعم صحيح. نعم, نعم. فاذا هذا جدا نافع يعني مع الاسف ان البعض اذا تمرض يعني راسا يبحث عن علاج مادي بينما اهل البيت عليهم السلام يشيرون الى العلاج المعنوي وهو جدا نافع 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 لقضيه خفض الحراره صحيح. ان يؤذن ويقيم ثم يقرا سبع مرات الحمد في الجيب فهذا نافع هسه الان طفل لا يستطيع الطفل يقرا الاب يقرا عليه الام تقرا عليه على الطفل فيستطيع من خلال هذه القراءه يخفض حراره الشخص المبتلى بالسخونه نعم. بعد ما ورد في روايات اهل البيت عليهم السلام تخلط مقدار من الهندباء مع مقدار من دهن البنفسج بعضها مع بعض ثم تضعها على الجبين نعم. فهو جدا نافع لخفض ال... يعني خلطه بين الدم البنفسج والهندباء الهندباء الهندبا. الهندبا موجوده في مناطق البصره يعني نعم. في الاراضي موجوده اذا تجي الى الاراضي في البصره ترى ان كثير يعني في الاراضي موجوده يستطيع الانسان يتخذها للعلاج. بعد الحجامه يعني ان كانت الشرائط موجوده للمريض ممكن مثلا المريض ما تن... يعني ما تنزل السخونه ابدا الحراره ما تنزل. فأحسن علاجها إذا توجد شرائط للمريض شرائط الحجامة فيحتجم يكون الحجامة تكون بين الكتفين بعد الحبة السوداء كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحبة السوداء شفاء لكل داء كما أن سبب الحمى هي الالتهابات فالحبة السوداء ضد الالتهاب يعني بمجرد ان الانسان ياكل من من الحبه السوداء العله الاساسيه لارتفاع الحراره تزيل فاذا زالت هذه العله فالحراره بطبيعه الحال تنخفض يعني تروح الحراره اي نعم ايش قد كم مقدار الانسان ياكل من حبه السوداء ياكل اما بعدد الفرد ياكل لا عدد الزوج نعم اما ثلاث حبات من حبه السوداء وإما خمسة وإما سبعة وإما واحد وعشرون حبة يوجد الآن في الروايات إلى أربع غرامات هم ممكن الإنسان ذاك بحالة خاصة لكن عموما للعلاج بالحبة السوداء هذا العدد لابد أن يراعى ثلاث ممكن حتى بواحدة أحد الأساتذة قال كان أحد مبتلى بالحمى أعطيته حبة واحدة من حبة السوداء فاكتفى بهذه الحبه ماشي. فنزلت الحراره ماشي. عنده فاذا الحبه السوداء جدا نافعه بالاخص اذا كانت مع العسل فتكون افضل وافضل لعلاج الحمى ماء المطر ماء زمزم جدا نافع لارتفاع الحراره تربه الحسين سلام الله عليه سلام الله, الله الله بتربه الحسين عليه الصلاه والسلام فهي شفاء لكل لكل داء الصدقه الصدقة لابد ان تكون ليست اموال انما تكون من المأكولات والمريض بيده يدفعها للفقير ويطلب منه الدعاء يعني فيرى العجائب من الصدقه الدعاء الدعاء الدعاء, الدعاء يرد القضاء وقد ابرم ابراما التوسل بأهل البيت عليهم السلام جدا نافع في هذا الباب البصل إما أكلا يأكل البصل لأن البصل يعمل ضد الجراثيم والالتهابات وإما أن يقطع البصل ويضعه تحت أقدام المريض بسرعة الحرارة تنخفض, تنخفض. تنخفض. هذا بالنسبة إلى قضية الإسع... الإسعافات الخاصة بالنسبة للذي ترتفع حرارته وهذه التي وردت في رواياتي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أحسنتم سماح الشيخ، بارك الله فيكم، إذا الأخ حيدر شاكر الخيقاني طبعاً سماح الشيخ جوابكم على سؤالكم وإن شاء الله في خدمتكم تسجلون الحلقة أو تكتبون الأشياء اللي ذكرها سماح الشيخ إن شاء الله، الله يبارك بكم، أيضاً سماح الشيخ سؤال آخر من الأخ العزيز سيد ماهر الحسيني حقيقة من كربلاء المقدسة يقول أجريت عملية الفطر الشرجي والبواسير عفاكم الله ولي شهرين لم ينتهي الالتهاب فهل يوجد علاج حقيقة يقضي على الالتهاب ولكم الأجر والثواب بارك الله بك يا سيد ماهر ومتواصل يعني على طول الفترة حقيقة اللي نعرض بها برنامج طب أهل البيت سماح الشيخ ولو بدقيقة واحدة إن شاء الله تعطونا نص الوصفة والنصف الاخر يبقى وراء الفاصل لا بسرعه ان شاء الله نقضي نعم. من هذا السؤال نعم ان شاء الله. بارك الله فيكم. أسأل القضاء على الالتهاب افضل شيء ان يضع عسل عسل على الموضع موضع الالتهاب، جدا نعم. جدا نافع للقضاء على الالتهاب. من الليل الى الصباح يضع مقدار من العسل على موضع الالتهاب. وقت النوم. اي نعم وقت النوم. كذلك اكل العسل مع الحبه السوداء اكلا وهذا ضد التهاب. الالتهاب نعم. كل الالتهابات يعني ما ادري تخدير الزعتر مع النعناع والبطنج هذا جدا نافع لقضيه الالتهاب بالاخص اذا شرب مع العسل باليوم مثلا مرتين يشرب من هذا نعم. التخدير الزعتر والنعناع والبطنج نعم. ثلاث اكواب منه مثلا صباحا ظهرا ومساء يشرب من هذا كذلك لان المحل ملوث لابد من تنظيف ذلك المكان على الاستمرار بالاخص بهذا الزعتر يطبخ مقدار من الزعتر كل ساعتين ثلاث يطهر نفسه بهذا بماء الزعتر لانه نافع يعمل ضد الالتهاب هذا بالنسبه الى الامور النافعه لقضيه الالتهابات بارك الله بكم سماع الشيخ أحسنتم الله يطلع فاصل إن شاء الله ونرجع إلى خدمتكم أحباب المشاهدين فاصل ونواصل إن شاء الله حياكم الله احبائي المشاهدين مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائيه متواصلين معكم وبرنامج طب اهل البيت عليهم افضل الصلاه وازكى السلام واجوبه حقيقه اسئله الساده المشاهدين رحبوا معي ايضا بسماحه الشيخ الله يحفظك ويدك ان شاء الله حياكم الله سماحه الشيخ الله, يحفظك الله يحفظكم ان شاء الله ايضا لدينا سؤال من الاخ ايضا اللي حقيقه اسمه ترتيله الامير بالفيسبوك يقول أتمنى أن أعرف من خلالكم إن شاء الله هل يوجد علاج لمرض الباركسن الشلل الرعاشي الجهة اليمنى حسب ما رأيت من خلال قناة الإمام المهدي الفضائية نعم سواء الله يحفظك إن شاء الله إذا نرجع إلى رواية الإمام الصادق سلام الله عليه يقول نحن نداوي الحارة بالبارد والبارد بالحار نعم. يعني هناك امراض طبيعتها طبيعه هذا المرض وعلة هذا المرض من الحراره من شده الحراره وتوجد هناك امراض علتها كثره البروده في بدن الانسان الان اذا نرجع الى هذا المرض نرى ان علته البروده فاذا العلاج يكون بماذا بالحراره, بالحرارة. يعني بالضد نعم مع الأسف شديد أن في الطب الغربي لا يوجد علاج قطعي لهذا المرض نعم سيما أن يوقفون المرض هو مرض شهير طبعا نعم مرض شهير يعني ولا يوجد علاج في هذا علاج قطعي أبدا لا يوجد ولذا هذا المرض عادة يظهر في الخمسينات من العمر في الخمسينات فما فوق نعم وهذا يدل على أن في عمر الخمسين تتكاثر على الإنسان البرودة ولذا تظهر علائم هذا المرض على الإنسان ولهذا فلا بد من تنظيم برنامج غذائي صحي مناسب حسب المزاج لهذا الشخص المريض لكي ترتفع تزول شيئا بعد شيء هذه الحالة أعاذنا الله وإياكم لذا الامام الصادق سلام الله عليه يقول والحميه راس كل دواء اول العلاج لهذا المرض الحميه، الحميه من ماذا؟ الحميه من الامور البارده، الان هذا اعراض اساسيه توجد لهذا المرض والناس يعرفون هذه الاعراض مثلا هزه او رشفه في البدن او الذراع او الساق او الفك او الوجه او الانسان يكون بطيء الحركه عدم استقرار الوقفه والتوازن هي علامه ظاهريه يعني اعراض هذا المرض كثيرا الكابه صعوبه الابتلاع المشاكل البوليه والامساك كلها ناشئه ظواهر هذه الاعراض كلها من البروده نعم. يعني حينما نرجع نراجع هذا المرض نرى ان كثير من هذه الاعراض تدل على بروده الشخص ولهذا هناك الحميه المناسبه لهذا المرض وهو العلاج الاساسي لهذا المرض وينبغي للمريض ان يتحامى عن هذه الامور اولا الامور التي لا بد ان يتحامى عنها المريض قضيه المعصيه لان المعصيه معصيه الله تبارك وتعالى حينما الانسان يعصي الله تبارك وتعالى تزداد تتكاثر عليه الالام بالاخص هكذا الام ولهذا عليه بكثره الاستغفار الأط... الاطعمه المعلبه جدا جدا ضاره لوجود مواد كيميائيه محافظه على سلامه الطعام نعم. يضعون مواد كيميائيه في هذا الطعام ولذا ضار ضار بالنسبه لان هذا المرض من الامراض العصبيه نعم. فهو يضر بالامراض موات حافظة م... إيه مواد حافظه إيه نعم, 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 مواد إيه نعم اي مواد حافظه نعم 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 مواد كيميائيه موجوده بالمعلبات نعم هي مواد حافظه او البيبسي جدا مضر والمشروبات الغازيه بالنسبه لهذا المرض جدا مضر. ما اعرف الحلويات الاصطناعيه كلها مضره لهذا المرض. شرب الماء البارد جدا جدا مضر. يعني كل امراض العصبيه الماء البارد مضر له. بالنسبه للماء البارد لجميع الامراض هو مضره. حتى الانسان الصاحي اللي غير مريض اذا يشرب الماء البارد هم يتمرض. مثل ما يقول ابن سينا اذا ما تظهر الالام في ايام الشباب قطعا في ايام الشيب تظهر الام وعوارض شرب الماء البارد. بعد شرب الشاي والقهوه وما شابه هذه المشروبات جدا مضره بهذا المرض لانها ابتداء أن ترى انها حاره لكن لها عوارض تظهرها عوارضها كلها منشاها منشا البروده. الذي موجود في الشاي والقهوه ما شابه هذه المشروبات عدم الحركه يعني الانسان لا بد ان في اليوم يمشي مثلا افضل الحركه ان, ين... أن يمشي الانسان يعني نصف ساعه الى خمسه واربعون دقيقه نعم. باليوم يمشي لعلاج هذا المرض كثره الاكل مضره كثره اكل الزبادي بالاخص في الليل مضر اكل, الحبو... أكل الوجبات السريعه كالبيتزا وما شابه هذه الماكولات جدا مضره لهذا المرض ومهم مهم ان يبعد الهاتف من نفسه الهاتف الجوال يبعده من نفسه بالاخص في غرفه النوم في غرفه النوم جدا يضر بصحه الانسان بالاخص الامراض العصبيه من هذا النوع صحيح كثره اكل السمك مضر لهذا المرض ولذا لابد من تقليل اكل السمك لانه نوعيه السمك بارده نعم. وهذا المرض بارد ولذا الامام الصادق يقول نحن نداوي الحاره بالبارد والبارد بالحار. 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 نعم. العلاج الان هذا كله كان حميه لكن العلاج الاستغفار وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا جدا الاستغفار الاستغفار نافع. لقضية العلاج تلاوة القرآن نافع جدا نافع تلاوة القرآن لأن القرآن فيه حرارة ما يحرر جسم الإنسان يحرر روح الإنسان لذا تزول هذه الحالة بتلاوة القرآن قراءة الدعاء استشمام دخان الحرمل جدا نافع لأن دخان الحرمل حار وهذا المرض منشأه في رأس الإنسان لذا حينما الإنسان يستشم الحرمل الحرارة تزداد في الرأس فتزول حالة هذا المرض نعم. لأنه مخالفة تلك بارد المرض بارد والحرمل دخان الحرمل حار ولذا تزداد الحافظة عند الإنسان بعد تدل تدليك كل البدن بزيت الحبة السوداء بالأخص الرأس الرقبة جدا نافع لعلاج هذا المرض العسل والحبة السوداء ملعقتين في اليوم يعني صباحاً ومساءاً. نعم. قدح من الماء المغلي مع عسل ودارسين يشرب على الريق جداً نافع لعلاج هذا المرض يعني قد ما أكد أن هذه القضايا نافعة هي العلاج نعم. علاج لهذا المرض أكل واحد وعشرين حبة من الزبيب الأسود مم. وهو يومياً على الريق نعم. وهذا جداً نافع كذلك دبس العنب ودبس التمر مع الرهش وهو علاج يكون لهذا المرض الحجامة إذا كانت الشرائط مساعدة الجلوس تحت أشعة الشمس يومية 15 دقيقة إلى 20 دقيقة إلى نصف ساعة لكن كيفية الجلوس أمير المؤمنين سلام الله عليه قال لا تقابل الشمس بالجلوس لأن تظهر الآلام عند الإنسان بل تعطي ظهرك خلف الشمس يعني ظهر مقابل الشمس نعم فهذه نافعه لعلاج هذا المرض لان الشمس تخرج البروده من جسم الانسان وهذا المرض ناشئ من البروده فاذا عموما علاج هذا المرض الاجتناب من كل عمل او كل ماكول هو بارد يزيد البروده في الانسان فلا بد أن يجتنب هذه المأكولات نعم. وبعض الأعمال كذلك مثلا يجتنبها للعلاج والعلاج الأهم الأهم وضع الرأس في الجيب ويقرأ الحمد سبعة إلى سبعين مرة فالإمام الصادق سلام الله عليه يقول أنا ضامن العافية لمن يفعل هذا والصدقة إعطاء الصدقة بيد المريض من المأكولات إن أحب المريض أن يرى المعاجز فليعمل ب... بالحمد والصدقة هذا بالنسبة إن شاء الله علاج هذا المرأة بإذن الله, الله تبارك وتعالى أحسنتم طيب الله أنفاسكم شيخنا أيضا لدينا سؤال آخر من الأخ أزهر حقيقة من العراق من بغداد أيضا يقول سلام عليكم ممكن علاج الكبد الفيروسي سي في طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأسك السلام وجدا شاكر لكم نعم. أكثر مشاكل الكبد يعني آلام الكبد، أمراض الكبد كلها ناشئة من عدم المعرفة الصحيحة لشرب الماء ولذا أهل البيت عليهم السلام أشاروا إلى هذه الأمور، مثلا الأمور اللي تضر بالكبد ويبتلي الإنسان بهكذا أمراض، إذا الإنسان لابد أن يجتنبها من جملتها شرب الماء بنفس واحد بل لابد أن الإنسان يشرب متقطعا يعني بأنفاس نعم. ثلاثة وبسملة وحمد يعني يشرب قبل أن يشرب يقول بسم الله ثم يشرب ويقول الحمد لله وهكذا فهذه الحالة جدا نافعة ولا يضر الإنسان شرب الماء أبدا بهذه الحالة ثاني شيء شرب الماء من, من, من قيام في الليل لا بد من الجلوس فهو يضر بكبد الإنسان شرب الماء بين الطعام وبعد الطعام بالأخص الأطعمة الدسمة شرب الماء البارد فهو مضر للمعده ومضر للكليه ومضر للكبد جدا مضر يعني اكثر الام الكبد الان في زماننا من كثره شرب الماء البارد شرب الماء على الريق بالاخص بالاخص اذا كان بارد ان البعض ما يراعون يقولون ان الطب الحديث يقول ان كذا لا روايات اهل البيت عليهم السلام تقول انها تضر تأخذ من حرارة الكبد والكبد يبتلي بأمراض مختلفة شرب الماء بصورة العب يعني دفعة واحدة يشرب الماء بلا مص ولذا أهل البيت عليهم السلام يوصون شرب الماء بحالة الامتصاص شرب الماء بعد الحمام هذه الأمور كلها تسبب الآلام للكبد للجسم عموما وللكبد خصوصا ولهذا لا بد من الاجتناب من هذه الأمور ولذا الأفضل الآن أنا ذكرت أن على الريق أن يشرب الإنسان الماء البارد مضر بالكبد لكن الماء الفاتر هو من من الجملة العلاجات للكبد أن يشرب الإنسان الماء الفاتر يعني الماء كان مقلي ثم مغلي الآن فتر يعني انكسرت حرارته فاذا هذا نافع للبدن ونافع للكبد ونافع للكليه ونافع للمعده ينقي المعده ولذا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الماء الفاتر هو ينقي المعده والكبد ويطيب النكهه والفم ويقوي الاضراس ويقوي الحدق ويجلو الناظر وكذا الى ان قال ويقطع البلقم ويطفئ الحراره عن المعده ويذهب ويذهب بالصداع أنها كل الماء الفاتر على الريق لكن الماء البارد بالعكس بعكس يعني. هذه, الأشياء. بعكس هذه الأشياء ثانيا مشاكل الكبد تأتي من كثرة الأكل بالأخص الدسمة منها مثلا بالزيوت الاصطناعية وكذلك الوجبات السريعة كالبيتزا وما شابه هذه الأمور أو شرب البيبسي هذا الأمر الثاني عدم الأمر الأول لمضرة الكبد عدم المعرفة الصحيحة لشرب الماء الأمر الثاني كثرة الأكل بالأخص الوجبات السريعة. أما بالنسبة إلى العلاج الاستغفار مراعاة هذه الموارد التي ذكرناها أكل الهندباء سواء كان الطازج أو شنو الجاف اليابس هسه يوميا ملعقة كبيرة يأكل من الهندباء. الحجامة بين الكتفين وعلى الكبد بحسب حالة المريض هذا علاج لهذه المشكلة. العناب أن يطبخ العناب ويشرب ماء العناب مع العسل جدا ينقي الكبد نعم. العسل مع الحبة السوداء تنظيم برنامج غذائي مناسب بحسب مزاج الشخص مهم. أكو برنامج خاص غذائي يطول بنا البحث إذا أريد أن نجي لابد كل شخص بحسبه يعني تنظم له هذه البرنامج قراءة القرآن والدعاء الحمد والصدقة كما دائما نكرر على قضية الحمد قراءة الحمد في الجيب يعني سبعة إلى سبعين مرة والصدقة من المأكولات بيد المريض إلى الفقير ويطلب منه الدعاء دواء الإمام الكاظم يوجد تركيبة خاصة لدواء الإمام الكاظم وهو نافع لقضية الكبد توجد أدوية مركبة أخرى الآن لضيق الوقت نعم. نكتفي بهذا المقدار أحسنتم سمع الشيخ طيب الله, الله. الله أفاسكم للأسف انتهى وقتنا لهذه الحلقة إن شاء الله راح نكمل إن شاء الله لدينا العديد من الأسئلة حقيقة من الأخوة والسادة المشاهدين الله, الله. الشيخ أحمد دريس الله شكرا جزيلا لكم. الله يأيدكم وحفظكم إن شاء الله بجاه محمد وآل محمد اللهم أمين يا رب العالمين أحسنتم طيب الله أفاسكم نعم أحبائي المشاهدين باسمكم أشكر ضيف البرنامج سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ أحمد دريس الإحسائي وأشكركم على كرم المتابعة على أمل لقاء بكم في حلقة أخرى من برنامج طبع أهل البيت فقط للتذكير أحبائي المشاهدين في نهاية كل حلقة نذكر إذا أكو أسئلة واستفسارات حول البرنامج إن شاء الله نكون في خدمتكم عبر الصفحة الموجودة على الفيسبوك باسم الرادود والإعلامي حسين الأميري تقبلوا تحياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته